بدأنا كمان التسجيل اهو، عشان برضو اللي مش هيقدر يدخل معانا المحاضرة هيبقى ايه يسمع التسجيل بإذن الله. كده واصلة بقى البي دي اف. ايوه يا دكتور، تمام، ده هيبقى شكل البي دي اف اللي هنزل لكم على المنصة. تمام، انا بحب يعني اشرح منه على طول، وباذن الله هيبقى هو اللي معانا يعني في الشرح وكده، فبحب اشرح منه على طول عشان ايه يسهل علينا، واحنا لما نيجي نذاكر بعد كده يبقى الايه الكلام احنا متعودين عليه، والدكتورة ركزت على الجزء ده، لا عدت الجزء ده، فيبقى سهل يعني عشان ما ننتهش من بعض يعني. تمام، تاني حاجة كنت عايزة اقول لكم عليها، ان انا رفعت لكم الجزء اللي احنا هنشرحه ده النهاردة زي ما قلت لكم برضو على الجروب، موجود عندكم على التيمز عشان برضو اللي حابب ان هو يقراه او يبص عليه او حاجة. في الاول خالص في المنهج بتاعنا يعني بتاع الباثولوجي، اول محاضرة النهاردة هنتكلم فيها على الانترودكشن، ايه هو الباثولوجي ومنين بندرس فيه ايه، او بنعرفه ليه، او بندرسه ليه اصلا. تمام، بعد كده عندنا في المنهج خمس فايف شابترز، خمس فصول. تمام، اول فصل ده بيتكلم على حاجه اسمها السيل انجري او الديجنريشن، هنتكلم عليه طبعا بالتفصيل، وبعد كده في الانفلاميشن اللي هو الالتهابات، وبعد كده في حاجه اسمها الجرانيلوماتس ديزيز، ده برضو نوع من انواع الالتهاب بس بيبقى مزمن، وبيبقى فيه بعض الابراض كده معينه يعني بيبقى لها اهميه كده كبيره لوحدها، فبناخد منها كذا اكزامبل كده ايه بندرسه برضو بتفاصيله. بعد كده الشابتر الرابع بيتكلم على حاجه اسمها الهيموداينامك ديس اوردرز، او حاجه اسمها السيركيولاتوري ديستربنسز اللي هي الاضطرابات يعني في الجهاز الدوري والحاجات دي، اللي هو الهيموريدج اللي هو النزيف او الجلطه او الامبوليزم او الانفاركشن، شويه حاجات كده يعني. وبعد كده اخر شابتر معانا بيتكلم على النيوبليجيا او اللي هو تيومرز. تيومرز دي بقى بنقعد نقسمها لبيناين تيومرز او رام حميده، ومالجنانت تيومرز او رام خبيثه، والفرق ما بين ده وده يعني، شويه برضو تفاصيل كده هنتكلم فيها. اللي بيحصل غالبا يعني دي تالت مره ادي الكورس، الوقت بتاعنا بيبقى شويه ضيق يعني. تمام، في حاجات ما بنلحقش ناخدها يعني، انا بقول لكم يعني الصراحه يعني في حاجات ما بنلحقش ناخدها، زي مثلا الشابتر الرابع ده ما درستوش يعني، في سواء ليكم او التقني ما درستوش يعني ايه، ما يعني حصل دروب كده في بعض الاحيان، فوالله لحقنا ناخده ولحقنا ما لحقناش يبقى هننقل على الشابتر الخامس. تمام، الشابتر الخامس ده لازم ناخد فيه جزء مهم جدا، لان هو ده زي ما انتم عارفين طبعا هيبقى يعني ان شاء الله لما تتخرجوا هتبقى يعني ممرض او ممرضة، فلازم تبقى عارف يعني عندك خلفية كده عن الاورام وانواعها والفرق ما بينها، برضو دي بتفرق معانا في الايه في الشغل العملي يعني. هنرجع بقى للاول خالص تاني اللي هو كلامنا النهاردة على الانترودكشن. طبعا شايفين الشاشة والكلام واضح، ولا تحبوا نكبر عن كده عشان بس الناس اللي بتشوفنا من موبايل او الناس اللي بتتابع معانا من موبايل الدنيا واضحة؟ واضح يا دكتور، تمام. واضح يا دكتور. تمام، اول حاجة بقى هنبتدي بيها اللي هو تعريف الباثولوجي، يعني ايه كلمة باثولوجي؟ باثولوجي ده means scientific study of the disease، يعني ايه برضو scientific study of disease؟ يعني الدراسة العملية او الفعلية للايه للامراض، زي ما انت شايف كده scientific study of disease، ان انا بدرس المرض. طب انا هدرس المرض ده هدرسه ليه؟ انت طبعا في مكان كنتوا يعني، احنا طبعا الباثولوجي ده بندرسه لطب الصيدله، لاسنان، لتمريض، لعلاج طبيعي، ناس كتيره جدا في مجال الميديكال فيلد يعني بتدرس باثولوجي، طبعا باختلاف بقى كل واحد بيدرس بتفاصيل اكتر يعني، لحد ما نوصل لحد ايه طب طبعا او طب بشري، دول بيدرسوا اكتر تفاصيل. تمام، انما احنا يعني هناخد الموضوع كده ايه اللي هو ايه الحاجه اللي تفيدنا وهنتكلم فيه. صدقوني مش هدخلكم في تفاصيل يعني انتوا بعاد عنها او مش هتستفيدوا بيها حاجه، عشان برضو عارفه ان في مواد تانية بتبقى واخده طبعا وقتكم اكتر ومهمه بالنسبه لكم في الدراسه العمليه اكتر بكتير من الباثولوجي، بس المعلومه اللي هنقولها يعني صدقوني هي دي اللي هتفيدكم اولا في حياتكم العمليه، ثانيا هي اللي هتجيلكم في الامتحان.
بإذن الله يعني، تمام. فالباثولوجي ده بيسموه كده اللي هو ايه، حلقة الوصل ما بين الميديكال او الحاجات اللي هي بتاعت المستشفى والناس اللي هم الاكاديميين او الناس اللي هم بقى ايه بتوع الابحاث وبتوع المذاكرة وبس وبتوع التحاليل والحاجات دي. فالباثولوجي ده هو اللي بيربط ما بين الاثنين، هو اللي بيخليك تستفيد ما بين العلم وتطبقه في الايه على البيشنتس او كحاجة براكتيكال. هنعرف برضو اللي هو ازاي، ان هو بيقول لك ان اي مرض بيحصل، تمام، بيأثر على بيحصل فيه خلل في العضو نفسه اللي بيحصل فيه المرض، وبالتالي اللي هو العضو نفسه يعني الاناتومي بتاعه او الايه الاستراكشر بتاعه، وبالتالي بينعكس على الفانكشن بتاعته. يعني زي اي حاجه بتبوظ عندنا في البيت او في اي مكان، الحاجه بتبوظ ممكن الاستراكشر بتاعها التركيب بتاعها بيبوظ، حاجه اتكسرت منها، زرار اتخلع، حاجه اتخبطت مني، تمام، فبالتالي الفانكشن بتاعتها بتتاثر، الوظيفه ما بتقومش بالفانكشن بتاعتها بالصوره الكامله. هو ده بالظبط اللي بيحصل في جسمنا برضو، اللي هو حاجة أو خلل ما بيحصل في الاستراكشر، وبالتالي بيحصل الفانكشن كمان هي بتتأثر على النتيجة للتأثر الايه للتأثر بالايه الاستراكشر اللي اتغير ده. فالباثولوجي ده بقى بياخد ايه، بياخد الاورجان ده اللي حصل فيه الباثولوجي او اللي حصل فيه المرض، ويشوف ايه التغيرات اللي حصلت عليه كاستراكشر وبالتالي غيرت الفانكشن، تمام. عايزاكم بس المفهوم ده يبقى واضح في دماغنا. لما باجي ادرس اي مرض، تمام، بقسمه كده زي يعني سكيما، تقسيمه كده لايه، لاي مرض لما بنيجي ندرسه بنبتدي من الاول بالديفينيشن اللي هو تعريف المرض. يعني عمرك ما هتدخل على اي حاجه من غير ما تعرف الديفينيشن بتاعها، زي ما انتوا طبعا درستوا قبل كده في كل الكليات مختلف التخصصات بتاعتكم، ان الديفينيشن في اي حاجه هو اهم حاجه، لان هو اللي بيعرفني انا بتعامل مع ايه، انا بتكلم في ايه، تمام. فالديفينيشن معناه مينينج اوف ذا ديزيز. مثلا بعرف لك التايفويد فيفر، بعرف لك الملاريا، بعرف لك الهيباتايتس ايه اللي هو التهاب الكبد الوبائي ايه. اي مرض هتيجي تدرسه، تمام، لازم اول حاجه تبقى عارفها عنه الديفينيشن بتاعه. تاني حاجه في المرض، ودي حاجه مهمه جدا، اللي هي الايتيولوجي. الايتيولوجي يعني اللي هو ايه، المرض حصل ازاي، مسببات المرض، تمام. الايتيولوجي ده في حاجات كتير بتندرج تحت كلمة ايتيولوجي. أولها حاجة اسمها البريديسبوزنج فاكتورز، اللي هي العوامل المؤدية لحدوث المرض، تمام، اللي هي البريديسبوزنج فاكتور. معناها ايه يعني؟ معناها ان في ناس مثلا بتبقى عرضة اكتر من ناس تانية لأمراض معينة، تمام، اللي هو مثلا في أمراض بتيجي في الميلز اللي هم الرجالة يعني، ما بتجيش في الستات والعكس، تمام. فيبقى انت كميل انت معرض لأمراض معينة الفيميلز مش متعرضة ليه، فده يعتبر ريسك فاكتور. يعني being a male is a predisposing factor for prostatic carcinoma مثلا، يعني انت كراجل معرض ان انت يجي لك بروستاتيك كارسينوما، دي حاجه استحاله تيجي للفيميل اللي هو الورم بتاع البروستات. على العكس مثلا الاوفيريان تيومرز اللي هي الاورام اللي بتيجي في الفيميلز طبعا غير وارده الحدوث في الميلز، تمام. فهنا ده انا عايزه بس افهمك يعني ايه predisposing factor. كمان الاكيوبيشن اللي هي مثلا الايه الوظيفه، تمام، في ناس نتيجه وظائف معينه او اماكن الشغل بتاعتها ممكن تكون معرضه انها يجي لها امراض معينه، زي الناس مثلا اللي بتشتغل في الايه الحاجه اسمها الاسبستوس لو تسمع عنه، اللي هو بتاع المواد العازله والكلام ده، ده بيجيب نوع معين من السرطانات كده بتيجي في الرئه وكلام من ده، تمام. إيه عندك مثلا الناس اللي بتشتغل في الايه المواد المشعه والحاجات اللي زي دي برضو معرضه ل يعني اورام برضو معينه يعني، فالوظيفه برضو ممكن تاثر عليك. احنا كميديكال فيلد معرضين برضو ان احنا ناخد انفكشن من الناس البيشنتس اللي احنا بنشتغل معاهم، تمام، فده برضو اوكيوبيشنال، يعني احنا لازم نحمي نفسنا قبل ما نتعامل مع المرضى بتوعنا، لان احنا ما احناش عارفين المريض اللي قدامنا ده هل هو انفكشوس ولا لا، هل هو معدي بالنسبه لي ولا لا، هو خطر عليا ولا لا. فانا لازم من الاول خالص قبل ما اتعامل معاه لازم اكون واخد كل البريكوشنز بتاعتي والاحتياطات بتاعتي عشان امنع لو هو ممكن يعديني او ينقل لي المرض اللي عنده، تمام. طبعا كمان حاجه زي السموكينج، السموكينج ده برضو واحد من الموست امبورتنت بريدسبوزنج فاكتورز لكتير جدا من الامراض. فاللي انا عايزه اقوله في الحته دي ان من مسببات الامراض اول حاجه منها حاجه اسمها بريدسبوزنج فاكتور، اللي هو ايه حاجات بتعرض يعني انا بتعرض ليها فبتؤهلني ان انا ممكن يجي لي مرض معين، خلاص. ده بالنسبه للبريدسبوزنج فاكتور.
تاني حاجه حاجه اسمها الاكزايتنج فاكتور او الاكزيستنج فاكتور. الاكزايتنج فاكتور ده اللي هو المسبب الرئيسي للمرض. يعني ايه المسبب الرئيسي للمرض؟ يعني مثلا واحد عنده تايفويد فيفر، عنده تيفود، يبقى ده اكيد اخد اكل ملوث بالسالمونيلا، فالسالمونيلا عملت له التايفويد فيفر. فهنا السالمونيلا دي او نوع من البكتيريا يعني اسمها السالمونيلا دي هو المسبب الرئيسي للمرض. هو استحاله هيجي له تايفويد فيفر من غير ما يكون اخد السالمونيلا في الاكل خلاص، او في الميه، او في واتيفر الحاجه اللي هو ايه خدها ملوثه، تمام؟ فده هو المسبب الرئيسي للمرض. فانا عايزك بقى تعرف ان مش كل الامراض بيكون لها مسبب رئيسي، في امراض كتيره جدا ملهاش سبب رئيسي، او ما اقدرش احط ايدي اقول هو السبب ده هو الوحيد اللي ممكن يعمل لي المرض ده. حاجه مثلا زي الاسكيميك هارت ديزيز اللي هي الامراض بتاعه القلب والجلطات والشرايين والكلام ده، ده هل هو له سبب واحد او سبب معين اقول هو ده السبب للجلطات والحاجات اللي زي دي في القلب؟ لا طبعا، دي حاجه بنسميها مالتي فاكتوريال، يعني ليها بريدسبوزنج فاكتورز كتير، من اهمها بقى طبعا الدهون العاليه والاوبيزيتي، ولو واحد عنده دايابيتس مع هايبر تنشن مع سموكينج، حاجات كتيره كده مع بعضها نجمعها كده ونحطها في رابطه كده ونربطها، يبقى هم دول كده مع بعض اسمهم البريدسبوزنج فاكتور. لكن في مجموعه تانية من الامراض لا، ليها انيسيتنج فاكتور او سبب رئيسي واحد للمرض، اللي هو بقى زي الايه، غالبا دي بتبقى الامراض المعديه. يعني الامراض المعديه دي هي دي الحاجه اللي اقدر اقول عليها ان ده لها سبب رئيسي. السبب بتاعها بقى ممكن يكون بكتيريا او فيروسز او بارازايتس اللي هي الطفيليات يعني، او فنجاي، الفنجاي دي اللي هي الفطريات، او ان انا اتعرضت للراديشن اللي هو الاشعاع فيقوم يجي لي مثلا اورام او كده، فدي دايركت كوزز، اسباب اساسيه للمرض، تمام؟ يبقى انا فهمت كده ان في مجموعه امراض بيبقى ليها بريدسبوزنج فاكتورز، عوامل كتير مع بعضها، والناحيه الثانيه في مجموعه امراض ثانيه لا، ليها سبب واحد. لو انا قطعت الحلقه دي وما تعرضتش للسبب ده عمر المرض ده ما هيجيلي، تمام؟ فده الفرق ما بين الاثنين. ثالث حاجه اللي هي الباثوجينيس. الباثوجينيس ده يعني ايه؟ يعني الديزيز حصل ازاي من ساعه ما انا اخدت الاورجانيزم، سواء كان دايركت كوز او مالتي فاكتوريال، يعني اي مرض من ساعه ما بدا الاورجانيزم ده دخل في جسمي لحد ما يظهر اعراض المرض عليا وكل حاجه تظهر كده، السخونيه بقى والدياريه والفوميتنج والابدومينال بين وكل الكلام ده كله يظهر. هنا بقى ده الفتره دي اللي هم غير بقى الحاجات بتاعه الميكروبيولوجي بقى اللي هتاخدوها بعد كده اللي هي فتره حضانه الميكروب والكلام ده، ايه بقى اللي الميكروب عمله في الجسم في الفتره دي من فتره دخوله لحد ما المرض ظهر؟ دي بسميه الباثوجينيسيس، يعني ازاي المرض بيحصل، ايه اللي حصل، البكتيريا دخلت على الخلايا، هجمت ايه، بوظت ايه، صلحت ايه، عملت ايه، او يعني ده ملخص كده للايه، للحاجه اللي بتحصل في الجسم نتيجه للديزيز ده. طبعا دي حته الباثوجينيسيس دي احنا طبعا ما تهمكوش قوي ك في مجالكم يعني كتمريض، لكن برضو تبقى يعني فاهم ايه اللي بيحصل يعني. فمن ساعه بقى الباثولوجي ما بيحصل، او هنا بقى الحته بتاعه الباثولوجي اللي هو بنقسمها لايه، لجروس ومايكروسكوبيك. جروس اللي هي اللي فوق دي، وحاجه تانية اسمها ماكروسكوبيك، ده بقى اللي هو الشغل بتاع الباثولوجي، اللي هم الناس بتوع الباثولوجي، اللي هو لو فيكم حد يعرف يعني ايه، يعني ايه المعمل الباثولوجي ده بيعملوا فيه ايه، ده بالعربي كده بيسموه تحليل العينات والانسجه، تمام؟ تحليل الانسجه والاورام وعينات السيتولوجي او العينات الخلويه، يعني دول الناس اللي هم بتوع الباثولوجي بيشتغلوا في الحته دي. اللي هم بيعملوا ايه يعني؟ قال لك ان هو لو ما يعني مثلا ايه، لو تسمعوا عن مثلا حد عنده اورام مثلا زي بريست كانسر مثلا، اورام ستادي او اورام القولون او اي حاجه، تمام؟ واحد عنده مثلا ورم ودخل العمليات وعمل العمليه وشال الورم ده، تمام؟ فبيبعته للمعمل عشان يتحلل، تمام؟ فبتوع بقى الباثولوجي دول بيمسكوا العينه دي، الجروس دي بيسموها جروس، ان انا امسك العينه كده بايدي وافحصها بعيني، اللي هو اسمها نيكد اي اكزامينيشن. نيكد اي اكزامينيشن ده اللي هو امسك العينه كده وافحصها بعيني، اشوف العضو اللي قدامي ده او الحاجه اللي قدامي دي شكلها قد ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ حجمها قد ايه؟ الكلر بتاعها شكله ايه؟ لونها ايه؟ الكونسيستنسي امسكها كده بايدي واشوف هل هي طريه، هل هي عظمه، هل هي ناشفه، هل هي جامده، تمام؟ وزن العينه قد ايه، البوردرز بتاعتها هل هي شارب بوردرز ولا راوندد ولا الريجولار ولا نظامها ايه بالظبط،
كل الحاجات دي بوصفها بالجروس او النيكد اي اكزامينيشن، اللي بوصف اللي بشوفه بعيني. تمام، ده اول جزء في الايه، في الباثولوجي. بعد كده بنبتدي احنا برضو في الباثولوجي ان احنا بنبدا نتعامل مع العينه دي ونقطع منها كده ايه حتت صغيره، ونبتدي نعمل لها حاجه اسمها بروسيسنج وكده، يعني مش احنا بقى اللي بنعمل الكلام ده، اللي هو الفني بقى بتاع المعمل ده، تخصص تاني خالص، اللي هم بتوع معهد فن صحي دول بيطلعوا فني مختبرات يعني، وبيبقى واقف في المعمل معايا هو اللي بيتعامل مع العينه بالشكل ده، لحد في الاخر ما بيطلعها لي شرايح كده، شرايح ازاز اللي هي الهيستوباثولوجيكال سلايدز، شرايح ببدأ ان انا اشوفها تحت الميكروسكوب. تمام، يبقى انا من لحد ما انا واقف هنا كده دلوقتي انا شفت العينة جروس، شفتها بعيني، وعرفت ان في مثلا ورم، في كيس، في غدة لنفوية كبيرة، في حاجة يعني، هو في مرض معين. تمام، انا بقى فحصت الحاجة دي كبرت قد ايه، لونها ايه، فيها نزيف ولا لا، فيها حتت نكروتك كده ومتبهدلة ولا لا. تمام، يعني حاجات كتير ايه احنا كباثولوجيست بنتعامل معاها. بعد كده بنبتدي زي ما قلت لكم ناخد منها عينات لحد ما توصل ان انا ابقى معايا شريحة. حد فيكم قبل كده شاف شرايح الهيستوباثولوجي دي؟ انتوا معايا؟ اللي هي بتاعت المعامل، ايوه، بتاعت المعامل دي. اه تمام، ما سمعتش. ايوه يا دكتور، شفناه. تمام، طيب انتوا متابعين معايا والدنيا بسيطة، ولا محتاجين ان انا ابطأ عن كده او اوضح عن كده؟ لا تمام، لا تمام. تمام، إيه بعد كده بقى انا يعني تخصص باثولوجي بقى باخد الشرايح دي وافحصها بقى تحت الميكروسكوب، هشوف ايه زي ما قلت لك بقى في الاول خالص، اشوف ايه اللي باظ في الاستراكشر وبالتالي اثر على الفانكشن وبالتالي حصل المرض. هو ده اللي احنا بنحاول نشوفه في الباثولوجي. تمام، انا بشوف من الخلايا اللي بيتكون منها الجسم. طبعا انتوا عارفين ان الجسم بتاعنا ده بيتكون من سيستمز، كل اورجن بيتكون من مجموعه من التيشوز، التيشوز ده اللي هو الانسجه يعني، في الشعب الهوائيه والحاجات دي. تمام، كل اللي بيغطي واللي بيلايننج ده بيعمل لايننج ده او بيبطل، ده بنسميه ابيثيليال تيشو. تمام، اللي هو النسيج الطلائي، خدناه في ثانويه عامه زمان في الاحياء. تمام، في بقى انسجه تانية اسمها الكونكتيف تيشو، اللي هو النسيج الضام. النسيج الضام ده بقى اللي هو بقى فيه البلاد فيسلز، الاوعيه الدمويه والكولاجين والايه وزي الماسلز والنيرفز والحاجات دي كلها تبقى موجوده في الكونكتيف تيشو. فاي اورجان عندنا في الجسم بيتكون من ابيثيليال تيشو ومعاه ميزينكايمال تيشو، خلايا ونسيج كمان كده بيعمل لها سبورت، بيوصل لها الدم وبيوصل لها الاعصاب وكده. تمام، كل نسيج بقى بيتكون من سيميلار تيشوز، سيميلار سيلز، مجموعه متماثله من الخلايا. كل نسيج بيتكون من مجموعه متماثله من الخلايا، وطبعا زي ما احنا عارفين الخليه بقى بتاعت رابعه ابتدائي دي اللي هي الخليه، هي اصغر وحده في الكائن الحي. تمام، هي القائمه في ذاتها دي اللي هي ايه، وحده بناء الكائن الحي، هي الخليه. فاحنا بقى بنشوف الخلايا دي بقى في الباثولوجي. الخليه دي عباره عن نواه وسيتوبلازم وسيل ميمبرين. تمام، بنشوف بقى الخليه دي حصل فيها ايه، النواه بتاعتها كبرت، السيتوبلازم قل بقى لونه احمر بزياده، بنشوف بقى لونه احمر دي يعني ايه والكلام ده. احنا بقى في الباثولوجي بنتعامل ازاي او بنعمل ايه في الشرايح دي، بنصبغها بصبغات معينه اللي هي هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الايه، حاجه اسمها الهيماتوكسلين اند ايوسين. المهم يعني ان احنا بقى بنتعامل مع الشرايح دي وبنقدر ان احنا نشخص الايه، الورم، او نشخص المرض اللي عند البيشنت ده. تمام، طيب في احنا برضه لسه بنتكلم على المرض، اي مرض في الدنيا، قلنا الاول بنعرف الديفينيشن بتاعه وبعد كده بنعرف الايتيولوجي بتاعه اللي هو البريدسبوزنج فاكتور او الدايركت كوز ليه، وبعد كده الباثوجينيسيس اللي هو في حاجه جروس وفي حاجات بتحصل في الميكروسكوبيك او بشوفها تحت الميكروسكوب. مش كل الناس طبعا بتقدر انها تعرف الكلام ده بتخصص الايه، الباثولوجي. تمام، بعد كده وانت بتدرس المرض بتوصل لحاجه اسمها البروجنوز. يعني ايه كلمه بروجنوزس؟ اللي هو مثلا اي حد فينا طبعا اتعرض للموقف ده، سواء كان يعني هو المريض او هو واقف مع الدكتور او اي حاجه، لما بتروح تكشف على حد بتلاقي اهل البيشنتس او يعني لما بتقف مع الدكتور وهو بيكشف بتلاقي اهل البيشنتس بيسالوك او بيسالوا الدكتور، هو هيخف؟ هو المرض ده هيرجع له تاني؟ طب لو هو عنده ورم، الورم ده
هيرجع تاني هيموته؟ طب في خلال قد ايه؟ طب هياخد كيماوي ولا لا؟ طب هيعمل ايه؟ كل الاسئله عن مستقبل المرض في جسم الانسان ده بنسميه البروجنوز، تمام؟ اللي هو الاند ريزلت اوف ذا ديزيز او الاوت كام اوف ذا ديزيز، تمام؟ المرض هيوصل لايه؟ طب هيرجع، هيخف، هيطول معاه فتره، طب هيخف، هيسيب اثر ولا لا؟ الكلام ده كله اسئله بتتسالها او بتشوف الناس بتسالها للدكتور اللي معاك، وانت برضو كممرض او ممرضه اكيد برضو البيشنتس هيسالوكي من واقع طبعا خبرتكم بقى بعد كده في المستشفيات وكده، هتبقوا عارفين ان في امراض معينه لا بتطول، واحد مثلا الكلى بتاعته باظت وهيبتدي يغسل، تمام؟ هيتحط بقى على جهاز غسيل. اول سؤال، يعني يا دكتور هو هيستنيه يغسل طول عمره ولا مثلا هنغسل شويه ونوقف ولا ايه اللي هيحصل؟ ده السؤال ده اكتر سؤال بيعبر عن كلمه الايه البروجنوزز دي، تمام؟ بعد كده كلمه الكومبليكيشن اللي هي الايه السايد افكتس او التطورات بقى بتاعت الحاله دي هتحصل فيها ايه؟ undesirable side effects يعني الحاجات الغير مرغوب فيها اللي ممكن تحصل نتيجه للايه المرض. زي ايه مثلا الكومبليكيشنز؟ مثلا هناخد اكزامبل دلوقتي على الحاجات مثلا بتاعت الاطفال. إيه طفل صغير جاله مثلا تونسلايتس او اوتيتس ميديا انفلاميشن في الاذن الوسطى، تمام؟ انت كأم بتروحي للدكتور، طب يا دكتور هيخف؟ طب بس لازم تاخدي بالك من شويه حاجات لحسن تقلب معاه بحاجات تانية. كلمه تقلب معاه دي اللي هي الكومبليكيشن. لو طفل عنده برد وكحه، طب خلي بالك لا تقلب بالتهاب رئوي. طفل عنده ديارية واسهال وترجيع وكلام من، طب خلي بالك لا تقلب بجفاف، تمام؟ فكلمه تقلب دي اللي هتسمعوها كتير برضو اكيد بتسمعوها اللي هي ايه الكومبليكيشن، اللي هو ممكن يتطور الحاله وتقلب معاك بحاجات اوحش، فده بنسميه الكومبليكيشن او السايد افكتس بتاعت المرض، تمام؟ ده كده ملخص للمرض نفسه. كل اي مرض في الدنيا لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل فيه. ده بالنسبه للايه للانترودكشن على الباثولوجي بشكل عام. الجزء الثاني بقى من الكلام بتاعنا هيتكلم على تكنيكس ان باثولوجي، يعني الناس بتوع الباثولوجي دول بيستخدموا ايه عشان يوصلوا للتشخيص بتاعهم ويعرفوا ايه المرض اللي موجود. اول حاجه بنسميها الروتين هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، اللي هو الروتين سكريننج بتاعنا اللي هو الصبغه العاديه بتاعتنا اللي هي اسمها الهيماتوكسيلين اند ايوسين ستين. دي صبغه اللي احنا بنستخدمها في كل المعامل بتاعت الباثولوجي او في كل المعامل بشكل عام، يعني اللي هو اسمها الاتش اند اي هيماتوكسيلين اند ايوسين. دي بتديني لونين اللي هو الاحمر والازرق، بتصبغ النواه باللون الازرق وبتصبغ السيتوبلازم باللون الاحمر. فانت اي شريحه في الدنيا لو يعني صدفت وبصيت عليها هتلاقي ان هي فيها لونين بس، احمر وازرق. الازرق ده لون النواه والاحمر ده اللي هو لون السيتوبلازم بدرجات متفاوته. ممكن تلاقيه ساعات احمر غامق، ساعات احمر فاتح، تلاقيه بينك، تلاقيه مد شويه على اورانجوفيليك، تمام؟ داسك ريد. بنلاقي احنا بقى بنلاقينا بنحط له كده درجات على حسب هو ايه واصل لانهي درجه معانا، وكل لون او كل درجه من الالوان بتعبر عن حاجه معينه، تمام؟ طيب النقطة بقى اللي أنا عايزة اللي أنا عايزاكم بقى تطلعوا بقى منها النهاردة من المحاضرة كنقطة عملية كلكم لازم تطبقوها بعد كده، اللي هو كلمة الفيكسيشن. فيكسيشن يعني إيه؟ يعني العينة اللي جايالي في الباثولوجي دي، أنتوا طبعا هتبقوا ممرضين وممرضات قد الدنيا، هتقفوا في عمليات سواء في مستشفيات عمومية أو مستشفيات خاصة أو في أي مكان، هتلاقي نفسك بيطلب منك خد العينة دي حطها في حاجة اسمها فورمالين وبعت وداها لاهل البيشنت يبعتوها للايه المعمل عشان تتحلل، تمام؟ فكلمه حط العينه دي في الفورمالين هي اول خطوه في التشخيص الصح في الباثولوجي، لان ببساطه كده العينه لو ما اتحطتش في الفورمالين معناها كده ان العينه باظت واحنا مش هنعرف نشخص منها ولا نطلع منها اي داتا خالص، ويبقى العيان عامل العمليه على الفاضي، تمام؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا واحد عنده بطنه بتوجعه مثلا، معدته بتوجعه، وراح لف عليها خمس ست دكاتره، وفي الاخر كل دكتور يقول له فيهم لا لازم تعمل منظار عشان نشوف معدتك فيها ايه، تمام؟ هو طبعا عمره ما هيعمل منظار من اول مره، مش من اول دكتور استحاله العيان المصري هيروح يعمل منظار من اول دكتور، هيروح سيبه ويروح لدكتور تاني ودكتور تالت ودكتور رابع لحد ما يزهق خالص، وبعد كده هيقرر ان هو خلاص ما فيش حل قدامي غير كده، فخلاص هروح اعمل منظار. فيروح يعمل المنظار والدكتور بتاع المناظير ياخد له عينه من المعده بتاعته عشان يشوف هل فيها التهاب، هل فيها جرثومه المعده،
ايه اللي موجود بالظبط في بطنه اللي بطنه عماله توجعه بقالها كام سنه دي، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ يروح الايه، تاخد العينه الصغيره بتاعه الاندوسكوب دي اللي انت ممكن ما تشوفهاش اصلا بعينك المجرده، عينه صغننه جدا، فتقوم بقى يعني لا قدر الله يعني بعد الشر عنكم وممرضه كده فالحه يعني شويه، تقوم حطها في صلاين، حطها في محلول ملح، وخد يا عم الحاج الايه البتاعه دي العينه دي وديها المعمل الباثولوجي الفلاني او اي حته انت عايزها يعني اي معمل باثولوجي، تمام؟ فتيجي لنا احنا بقى العينه بعدها بيوم، بعدها بتاني يوم، بيومين ثلاثه، او حتى لو في نفس اليوم، هي خلاص انت حطيتها في صلاين، صلاين دي يعني العينه باظت. تخيل بقى تعب 5 6 سنين ولف على الدكاتره راح لمجرد ان احنا حطينا العينه في صلاين في محلول ملح ما حطيناهاش في فورمالين، تمام؟ انا بس عايزه اوضح لك ايه اهميه ان انا احط العينه في فورمالين بالنسبه لنا احنا كبتوع باثولوجي، تمام؟ يبقى انا النهارده لو طلعت من المحاضره دي بان احنا بس احنا الحبه اللي احنا قاعدينهم دول طلعنا منهم بان العينه بتاعت الباثولوجي لازم تتحط في الفورمالين. لو انا بقى فين؟ لو انا في عياده خاصه، لو انا في مستشفى عام، في مستشفى تخصصي، في اي مكان في الدنيا عينه الباثولوجي في العياده الخارجيه حتى، تمام؟ في اي مستشفى فيها عياده خارجيه فيها الناس بتوع الجلديه او بتوع الجراحه بياخدوا عينات كده ساعات من الجلد، يعني ايه واحد عنده فسفوسه كده رايح يشيلها، واحده عندها مش عارف ايه، المهم برضو هيبعتها تتحلل باثولوجي، فلازم برضو نحطها في الفورمالين، تمام؟ طب ليه بقى بنحطها في الفورمالين؟ السؤال بقى الثاني، تمام؟ خلاص يا دكتور احنا هنحطها في الفورمالين، مش حضرتك عايزه كده؟ تمام، خلاص هنحطها في الفورمالين. طب ليه بقى بنحطها في الفورمالين؟ مش في ميه، مش في محلول ملح، مش في جلوكوز، مش في اي حاجه ثانيه، تمام؟ مش في الجوانتي كده وروح وديها وخلاص، لا، لازم تتحط في الفورمالين، لان الفورمالين ده بيعمل لها حاجه اسمها فيكسيشن، بيثبت العينه. يعني ايه بيثبت العينه؟ يعني بيحافظ عليها في الحاله زي ما تكون كانت في الجسم بالظبط، وبيمنعها من التحلل، بيعمل حاجه اسمها بريفنت اوتوليسيس، بيمنع تحلل العينه. ان شاء الله لو قعدت فيه 10 سنين العينه ما يجرالهاش اي حاجه خالص لحد ما تجي لنا المعمل، تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة برضو عايزة اقول عليها برضو النهاردة، ان احنا برضو ما نخليش الناس او احنا نفسنا ما نحطش العينات في التلاجة او في الفريزر. للأسف في ناس بتعمل كده، تطلع من العملية الزايدة دي، المرارة دي، الحاجة اللي هي طلعتها يعني وطفر هي هنطلعها ايه او عملية عملية ايه، ويقوم حاطين لك العينة في التلاجة. غلط، حطيناها في الفريزر، اكبر غلط، تمام؟ العينة تتساب فريش في الفورمالين وتروح بقى على المعمل، قعدت يوم، قعدت اتنين، قعدت تلاته، طول ما هي في الفورمالين ما تخافش عليها، وانا كمان هاخدها منك في المعمل واقول لك امين، تمام؟ تمام، جبتها لي بقى في صلاين، جبتها لي متلجه، جبتها لي مجمده، جبتها لي ناشفه، الكلام ده كله كده معناه ان انت عملت العمليه على الفاضي، وقت، مجهود، فلوس، تعب، كل الحاجات اللي انتوا بقى ممكن تتخيلوها من معاناه المرضى دي بتروح على الفاضي لو العينه ما اتحطتش في الفورمالين، خلاص؟ يبقى انا دي النقطة الأهم في محاضرة النهاردة، إن العينة بتاعة الباثولوجي لازم تتحط في الفورمالين، وده سؤال دايماً بجيبه في الامتحان، دايماً، اللي هو إيه بقى إيه الفيكساتيف اللي إحنا بنستخدمه في الباثولوجي اللي هو 10% بافرد فورمالين ده، تمام؟ السؤال ده بجيبه على طول في الامتحانات. كده إحنا العينة بقى خلاص وصلت للمعمل، محطوطة في الفورمالين ومتظبطة وتمام التمام، خلاص بنبتدي إحنا بقى شغل عليها. ما يهمكوش انتوا بقى خالص الشغل ده، الشغل ده بقى بتاعنا بتاع الباثولوجي، بنعمل لها مراحل كتيره كده لحد ما نوصل انها تبقى مسبوغه زي ما قلنا بالهيماتوكسيلين والايوسين ستين اللي هو الروتين اتش اند اي ستين. وزي ما قلت بتشوف النيوكلياي باللون الازرق، بنشوف السيتوبلازم باللون الاحمر، ديفرنت ديجريز بقى من الايه من اللون الاحمر، الكولاجين بيبان احمر برده او بيل بينك، الماسلز بتبان ديب بينك، السيتوبلازم بيبقى ريد او بيربل على حسب هو اسيدوفيليك ولا فيزوفيليك، تمام؟ الكلام ده برضو ما يهمنيش في حاجه، مش هقول لك احفظ لي بقى اللفته دي، لا خالص، تمام؟ طيب ده جزء اللي هو تحليل العينات اللي هي الايه؟ الانسجه، تمام؟ او الجزء الثاني اللي هو السيتولوجي اللي هو تحليل الخلايا. تاني كده يا دكتوره، تحليل الخلايا، انتوا هتجيبوا خلايا منين يعني عشان تحللوها؟ بتقعدوا بقى تفصصوا فيها تطلعوا منها خلايا؟ اكيد لا، تمام؟ ده الجزء ده من شغلنا بيعتمد على ان انا بسحب عينه بالابره وبسحب بيها خلايا. زي ايه؟ اكيد طبعا كلنا او حد فينا سمع عن مثلا الناس اللي عندها بلورال افيوجن او ارتشاح قوي، الناس اللي عندها اسايتس، المرضى بتوع الكبد اللي بطنهم كبيره قد كده، دول عندهم ميه جوه في بطنهم او استسقى زي ما بيقولوها بالعربي، استسقى،
تمام، بيعملوا لهم بذل، بيسحبوا الفلويد اللي جوه في بطنهم ده ويبعتوه برضو عندنا في الباثولوجي يتحلل. الحاجات دي بنسميها عينات الخلايا، عينات خلوية او سيتولوجي. برضو السوائل دي بندورها كده في اجهزة، وبناخد الايه الراسب بتاعها وبنفرده برضو على شرايح ونصبغها، ونشوف برضو انواع الخلايا اللي موجودة في السوائل دي ايه. دي حاجة. تاني حاجة، جزء تاني برضو اللي هو برضو في السيتولوجي، انك تسمع مثلا عن واحدة في ميل عندها اللارجمنت هنا في الغدة الدرقية. عارفين الغدة الدرقية اللي هي في الرقبة قدام دي؟ تمام. في يعني الامراض الغدة الدرقية دي بتبقى كومن شوية في الفيميلز، تمام. فتلاقي طالع لها كده ايه الغدة، حست ان الغدة بتاعتها كبرت شوية، فالدكتور تروح لدكتور الجراحة يقول لها طب هنروح نعمل سونار وبعدين نسحب منها عينة بالإبرة. نسحب منها عينة بالإبرة دي، اهو ده الباثولوجي، ده سيتولوجي برضو، تمام. او واحد عنده كلكوعه كده في رقبته، كلكوعه تحت باطه، في اي حته في الجسم، تمام، اي حاجه بتطلع كده على سطح الجسم كده، ممكن احنا بندخل منها، ندخل فيها بالابره وبنسحب منها عينه ونفردها برضو على شرايح ونشوف الايه الباثولوجي اللي جواها. الخلايا دي بيناين، الخلايا دي مالجنانت، شكلها حلو شكلها مش حلو، هل متطلبه انها لازم تتشال وتتفحص تاني ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ده بقى اللي احنا بنقوله. هتبقى عارف برضو ان بتوع الباثولوجي دول بيعملوا حاجة اسمها تحاليل السيتولوجي. السيتولوجي ده اللي هو الايه الخلايا، تمام. ايه برضو عينات زي السبيوتم او زي اليورين ممكن برضو نعمل لها سيتولوجي ونسحب منها الايه ونشوف فيها الايه الخلايا اللي فيها شكلها ايه، ونقدر ان احنا نشخص امراض كتيرة من خلال الحاجات دي. طيب ايه مميزات السيتولوجي ده؟ ان هو طبعا حاجة سريعة، تمام، انا حاجه سريعه، مش محتاج ان انا ادخل عمليات او ان انا اتحط في واتخدر وانفيزيف بروسيجر ولا حاجه، لا، ده عينه بالابره من غير تخدير زي الحقنه كده بالظبط، تمام. وان هي ممكن ان انا اعيد التحليل تاني، انا دخلت مره وما طلعتش خلايا، ادخل تاني مفيش مشكله، تمام. مش غالية قوي، مش مؤذية للمريض، مش محتاج ان انا ادخل عمليات او ان انا اخد تخدير، سهل. فدي طريقة سريعة للتشخيص، تمام. ده اللي انا برضو عايزاكم تعرفوه في الايه في السيتولوجي، ان هو ممكن ان انا اخد حاجات من الفلويدز بتاعت الجسم زي السبيوتم او اليورين، او ان انا اعمل براشنج، حاجه اسمها براشنج، اسحب برضو عينات كده ايه عن طريق زي مثلا اليوتراين سيرفكس بتاعت الفيميل، تمام، اللي هو عنق الرحم، تمام. دكاتره النساء بيعملوا الموضوع ده، لو في مثلا حد عنده قرحه مزمنه او حاجه برضو بيعملوا لهم براشنج، يعني بفرشه كده معينه بيعملوا برضو، بيشيلوا بعض الخلايا ويفردوها برضو على شرايح، وتجيلنا الشرايح دي نصبغها برضو ونشوف هل هي القرحه دي بناين ولا مالجنت، حميده ولا خبيثه، فيها التهابات بس ولا في اكتر من كده. كل الكلام ده احنا بنعمله. او زي ما قلت لكم اسبيريشن اوف ذا بادي فلويدز، زي مثلا السي اس اف سيريبروسباينال فلويد، دوره الافيوجن، السي اس اف ده اللي هو حوالين المخ، السائل اللي بتاع المخ ده، تمام. البلورا الافيوجن اللي هو الارتشاح الرئوي، او البريتونيوم اللي هو بتاع الاسايتس يعني اللي هو الاستسقاء، او ان انا اخد فاين نيت الاسبيريشن اللي انا باخد بقى بالايه بالابره، بسحب عينه بالابره من اي حته بقى في الجسم، من البريست، من الليمف نودز، من الثايرويد جلاند، من اي مكان، اي حاجه ظاهره كده على سطح الجسم اقدر ان انا ادخل فيها بالابره واسحب منها عينه وافردها برده على شرايح، وابتدي ان انا اصبغها واشوفها تحت الميكروسكوب، تمام. ده بالنسبه للايه للسيتولوجي. طيب في طرق تانية احنا بنستخدمها برضو في التشخيص في الباثولوجي. قال لك في حاجه اسمها الاميونو هيستو كيمستري. الاميونو هيستو كيمستري ده اللي هو بنسميه بالعربي كده صبغات مناعيه او دلالات الاوراق. ممكن يكون حد فيكم سمع عنه او ما سمعش، يعني ده بيبقى ايه اللي بيسمع عنه بيبقى يعني شاف مريض او كده عنده ورم خبيث، وبالتالي بقى بيطلب منه ان هو يعمل تحليل اللي هو الصبغات المناعيه ده عشان يشوف بقى حاجات معينه فيه. هديلكوا اكزامبلز يعني حاجه بسيطه، ابسط حاجه واقرب حاجه ممكن تشوفوها برضو كتير، الفيميلز اللي عندهم بريست كانسر، اللي عندهم اورام في الثدي، الناس دي او اي اورام بشكل عام، الناس دي بعد كده بعد ما بتشيل الورم بتضطر انها تاخد علاج كيماوي او علاج اشعاعي زي ما انتم عارفين، تمام. الانواع العلاجات دي طبعا على قد ما هي بتفيد المريض لكن ليها سايد افكتس كتيره جدا، تمام، يعني ليها اثار جانبيه كتيره قوي.
فهم بقى طبعا الساينتست او العلماء يعني بعد ابحاث كتيره قوي توصلوا ان في بعض الابحاث او الاختبارات لو عملناها على العينات اللي احنا بناخدها من العيانين دول، تمام، نقدر نحدد هم هيستفيدوا من الكيمو ثيرابي ده ولا مش هيستفيدوا. زي ما بقول لك كده، الناس اللي هي عندها اورام الثدي، تمام، دول دايما بعد ما بيعملوا العمليه بيحتاجوا ان هم ياخدوا علاج كيماوي او علاج هرموني او علاج مناعي. هما 3 انواع من العلاجات. ايه اللي بيحدد بقى العينه دي هتاخد انه نوع من العلاج؟ هتاخد كيماوي عادي ولا هتاخد هرموني ولا هتاخد بتاع المناعه ده الاميونو، هتاخد ايه بالظبط؟ ده اللي بيحددوا الحاجات اللي احنا بنعملها دي. ليه بقى بنحدد؟ عشان ما تاخدش دواء مكلف بفلوس كتير على الفاضي، تمام، او انها تاخد دواء بجرعات اكبر وتعرض لسايد افكتس اكتر وما تستفيدش بيه، تمام. فهم عملوا كل الحاجات دي وعملوا لها بروتوكولات معينه وكلام من ده عشان الناس تاخد الدواء على قد الايه المؤرم او على قد الحاجه بتاعتها، ما تاخدش حاجه زياده عن اللزوم او انها تاخد حاجه ما لهاش اصلا لازمه، هي ما عندهاش الجين ده او ما عندهاش الحاجه دي، فبالتالي ما ينفعش انها تاخد العلاج، هتاخده ليه وهي ما عندهاش، تمام، او هي مش يعني الحاجه دي مش موجوده عندها في الورم يعني، فبالتالي ما ينفعش انها تاخد الايه الدواء ده. فالاميونو هيستوكيمستري ده مهم جدا برضو في بعض انواع الايه بعض انواع الاورام، تمام. بعد كده في بقى الالكترون مايكروسكوبيك ستادي. الالكترون مايكروسكوبيك ستادي ده اللي هو وحده الميكروسكوب الالكتروني. الميكروسكوب الالكتروني ده طبعا احنا الميكروسكوب اللي احنا بنستخدمه احنا بتوع الباثولوجي اللي هو اللايت مايكروسكوب، الميكروسكوب الضوئي العادي. لو حد فيكم بقى الناس اللي انتوا بتقولوا خريجين مثلا علوم او طب بيطري او كده، الناس دي طبعا اكيد شافت الميكروسكوب العادي، تمام. الميكروسكوب الالكتروني ده بقى لا، مش ميكروسكوب اصلا، دي حاجه عامل زي المبنى كده، حاجه كبيره كده، تمام، له طرق بقى معينه وله حاجات معينه. ساعات احنا بنستخدمه في التشخيص في بعض الامراض زي ايه، تسمعوا مثلا عن مرض مناعي كده اسمه الذئبه الحمراء؟ حد يسمع عن الذئبه الحمراء ده؟ ايوه. الذئبه الحمراء ده بيجي اكتر في الستات، تمام، في الميدل ايجد فيميلز، بيأثر على معظم طبعا الاورجنز بتاعه الجسم، ومن اهمها من اهم الاورجنز يعني اللي بيأثر عليها او الاعضاء اللي هو الكلى، بيعمل لها حاجه اسمها لوبس نيفرايتس، تمام. فاللوبس نيفرايتس دي علشان اشخصها لازم اخد عينه من الكلى وابعتها لوحده الميكروسكوب الالكتروني دي تتحلل هناك، تمام. فده بيحدد هي وصلت لانهي مرحله وبالتالي هتاخد علاج ايه بالظبط وجرعاته ايه بالظبط عشان تستفيد من كل حاجه، ما نديهاش علاج فوق اللزوم او ما نديهاش خالص فما ينفعش. فالتحليل ده بيبقى مفيد جدا للناس اللي زي دول. ده مثال على الاستخدامات بتاعه الالكترون مايكروسكوبي في الايه في الباثولوجي. الحل الاخير بقى او اخر حاجه طبعا يعني توصلنا ليها دلوقتي اللي هي الجينيتك استادي. الجينيتك ستادي ده ان انا بعمل دراسه للكروموسومات والجينات بتاعه الشخص اللي قدامي، المريض اللي قدامي ده، عشان اعرف هل هو حامل للمرض ولا لا. زي مين مثلا او زي ايه؟ عندك مثلا في بعض الجينات لو تسمعوا عنها اللي هي بتاعه البريست كانسر، حاجه اسمها البراكا 1 والبراكا 2، دول الجينات لو موجودين عند اي حد فيهم يعني خلل، ده بيخليها عرضه اكتر انها يجي لها حاجه اسمها يجي لها اورام في الثدي، البريست كانسر. لو تسمعوا عن مثلا الممثله الامريكيه اللي هي انجلينا جولي، دي عملت بايلاترال ماستكتومي، شالت التو بريستس علشان لقت ان عندها الجين ده في ديفكت لما عملت جينيتك ستادي يعني، و فعملت حاجه اسمها بروتكتيف ماستكتومي، شالت التو بريستس علشان ما يجيلهاش بريست كانسر. هل احنا برضو هنستفيد من النقطه دي بس؟ لا، في ملايين الجينات دلوقتي بيتعمل لها جينيتك ستادي علشان نشوف الجينز دي موجوده ولا لا عند البيشنت، هيجي له ولا لا. واحد مثلا عنده ورم في القولون، تمام، في بعض اورام القولون بتبقى ران ان فاميليز. يعني ايه ران ان فاميليز؟ يعني بتبقى فاميليال، بتيجي في العائلات، يعني لو الاب عنده فالابن هيجي له والاحفاد هيجي لهم وكلام زي كده، تمام. فنعرف منين ان الشخص ده اللي عنده الورم ده هل هو فاميليال ولا لا، هيجي لبقيه العيله ولا لا. ممكن اعمل له جينيتك ستادي واشوف هو فعلا في الجين بتاعه فيه ديفكت ولا دي حاجه اكوايرد مش هتبقى مش هتورث يعني للي بعديه. ده برضو ممكن اعمله في بعض الاورام.
برضو في حاجة تانية زي مثلا بعض الحاجات بقى بتاع الأطفال، الأمراض بتاعة الأطفال، تلاقي مثلا واحدة كل ما تحمل يا عيني وتولد الطفل بتاعها عنده مثلا ديفكت معين في البرين، في المخ، أمراض في المخ مثلا، فبعد شوية بيموت. تحمل وتولد تاني برضو نفس الحاجة. فهي بقى أول ما تحمل بقى ممكن يعني تعمل الكلام ده، إنها أول ما تحمل بقى بعد كده تشوف، تاخد عينة وتشوف الفيتس اللي عندها ده او الطفل اللي لسه في بطنها ده فيه برضو الجينز ده، فيه ديفكت، فبالتالي ممكن نعمل لها ابورشن او ان احنا نكمل هو ما عندوش وهيبقى سليم ويكمل، تمام. فدي برضو بعض الاحيان او بعض الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها الجينيتيك استادي، تمام. ده بالنسبة للكلام بتاعنا النهاردة. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا في الاول خالص على الانترودكشن بتاعتنا اللي هي بتاعه الباثولوجي، ايه هو الباثولوجي بتاعي، يعني ايه مع كلمه باثولوجي دي، هو اللي هو علم الامراض، بعرف فيه ايه، بدرس فيه المرض، إيه بدرس اول حاجه في المرض الديفينيشن بتاعه، اسبابه، بيعمل ايه، الباثولوجي بتاعه شكله ايه. طبعا هتقولوا لي المحاضره دي هل هي مهمه يعني نذاكرها بقى بضمير يعني كده ويجي منها اسئله في الامتحانات ولا لا؟ زي ما قلت لكم السؤال اللي انا دايما بحب اجيبه اللي هو بتاع الفيكسيشن ده، ومش بس عشان هو سؤال بجيبه، لا، عشان دي معلومه يعني بتفيدنا جدا احنا كدكاتره في الباثولوجي. لو انا لو كل الناس او كل الناس اللي بتشتغل في المستشفيات يعني وصل عندها المعلومه دي وبقت يعني ايه متاكده من اهميتها يعني، وان اي عينه هتتحل الباثولوجي لازم تتحط في الفورمالين، فاحنا كده يعني بنساعد في ان احنا فعلا ننقذ حياة المرضى اللي احنا بنحاول طبعا ان احنا نساعدهم يعني. ده لو جبت حاجة تانية برضو، نقط تانية في الامتحان ممكن مثلا اسألك على انواع الصبغة اللي احنا بنستخدمها ايه في الباثولوجي، اللي هي الهيماتوكسين اند ايوسين ستيننج، تمام. بس هو ده اللي انا ممكن اسأل عليه في المحاضرة دي. معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. حد عنده أي سؤال؟